لأن السلطات اعتقلت أكثر من 10,000 شخص. يأتي ذلك وسط إعلان المعارضة السورية عن حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية منذ صباح اليوم. حملة الاعتقالات التي تحدثت عنها مصادر المعارضة السورية تأتي بعد احتجاجات ليلية شهدتها بعض المناطق في سوريا. ففي منطقة القابون الواقعة في المدخل الشمالي للعاصمة دمشق، تظاهرة ليلة الاثنين الثلاثاء لرجال عرفهم ناشروا هذا المقطع على موقع يوتيوب بالقبضايات. أما في منطقة المعظمية بدمشق أيضا، فخرجت نساء للمطالبة بإطلاق سراح أقربائهن المعتقلين. وفي حما هتافات ليلية تنتقد النظام الحاكم. أما في النهار فكان اللافت خروج محتجين للتظاهر في مدينة حلب التي شهدت خلال الفترة السابقة هدوءا نسبيا مقارنة مع بقية مدن البلاد. وفي حمص اعتصم بعض طلاب جامعة البعث تضامنا مع زملائهم المعتقلين في جامعات سورية أخرى. وفي محافظة حوران مهرجانات خطابية. وفي المسيفرة في حوران أيضا وداع غاضب لقتلى سقطوا خلال الصدامات مع قوات الأمن. الاحتجاجات وتعامل قوات الأمن معها أثارت استياء مثقفين وفنانين وإعلاميين سوريين، وأصدر عدد من هؤلاء من بينهم شخصيات أدبية وفكرية معروفة بيانا نشر على موقع فيسبوك انتقدوا فيه ما سموه حملات الاتهام والتخوين الرسمية ضد مواطنين ومثقفين وفنانين سوريين، مشددين على أحقية مطالب الإصلاح والديمقراطية على حد تعبيرهم. التضامن مع الحراك الشعبي في سوريا تواصل في الخارج، حيث شهدت عواصم ومدن غربية وعربية اعتصامات حدادا على ضحايا الاحتجاجات. في فيينا تجمع رمزي. أما في بيروت فاعتصام وتظاهرة يرد عليها متظاهرون غاضبون مؤيدون للحكم في سوريا. الشعب السوري بس بقرر إذا هن بدهم رئيسهم أو لا، بس نحن بطبيعة الحال في ناس عم بتموت، مش بالورد عم بتموت، عم بتموت برصاص نازلين كرمالهم. المعتصمون اللبنانيون دعوا إلى تحقيق العدالة لضحايا الاحتجاجات في البلد الجار. وائل الحجار، بي بي سي.